في ترند معانا زي ما قلنا لكم خاص بمحمد صلاح، ولكن المره دي بعيدا عن كره القدم. صلاح اتصدر الترند بسبب فيديو نشره على الانستجرام وقدر يبقى ترند ويشوفه عدد كبير على مستوى العالم، والفيديو لمحمد صلاح وهو بيلعب مع بنته الصغيره كايان. الفيديو ناس كتير جدا من كل العالم اتفاعلوا معاه ومع بساطه محمد صلاح وهو بيلعب مع اولاده ومع كل اللي بيعملوه فيه. انت زومبي؟ لا. انت ليش مش وايك؟ انت سيك. انا مش سيك. وطبعا ما ينفعش نكون بنتكلم عن محمد صلاح وما نجيبش سيره الدوري الانجليزي والصراع على لقب هداف الدوري، واللي واضح انه هيكون شرس جدا السنه دي بين صلاح وبين هالاند لاعب مانشستر سيتي، واللي حتى الان متصدر جدول هدافي الدوري ب 10 اهداف في 5 ماتشات بس، وده اللي خلى هالاند يتصدر الترند برضو خلال الفتره اللي فاتت.